برنارد شو بيقول حتى إذا امتلك الإنسان المال وتمتع بالصحة الجيدة فإنه لن يكف عن التساؤل هل أنا سعيد أم لا؟ بس يا ترى بشو بتنقاس السعادة؟ كثير من الخبراء أكدوا أن السعادة هي ضرورة ملحة لتطور الشعوب، ولهذا السبب تم تخصيص يوم عالمي للاحتفال بالسعادة واللي هو بيصادف اليوم. مو بس هيك، في دول مثل الإمارات عملت وزارة للسعادة. صحيح. اسمها وزارة السعادة لأنه أنا بهمني أنه المواطن تبعي يكون سعيد ويكون عم وفر له كل أسس السعادة الممكنة. لنحتفل بهالنهار الحلو حبينا ندعي السعادة أو فعلاً نكون سعيدين، على وعسى إذا ادعينا شيء معين يتحقق على أرض الواقع، ونجاوب عن أكثر التساؤلات المنتشرة حول السعادة. كيف تكون سعيد؟ ليش جبتوني على هالدنيا؟ منقول لهم لأهالينا أنا مالي منيح، أنا مالي مرتاح، مالي مبسوط بشي، شو قواعد امتلاك السعادة؟ هذا الموضوع اللي رح نحكيه مع الدكتورة عهد الهوى، دكتورة في العلاج النفسي، صارت موجودة مشكورة معنا. أهلا وسهلا فيكي. يا أهلا وسهلا. صباحك سعادة. صباح الخير. صباح يسعد صباحك يا رب، وإن شاء الله السعادة للجميع يا رب. يعني هي صارت أمنية عن جد، صرنا نتمنى نقوم نحن وعم نبتسم وبالنا مرتاح وعم نفكر كيف نكون سعيدين بحياتنا. خلينا نبدأ ونحكي عن مفهوم السعادة بشكل عام. شو هو مفهوم السعادة بشكل عام؟ هو الراحة، الطمأنينة، الشعور بالسرور، بالراحة النفسية. يعني هي السعادة كمفهوم ما له تعريف محدد، يعني كل حدا بيفهم السعادة من وجهة نظره. بس بعلم النفس بيقولوا إنه السعادة هي الحصول على الشعور بالارتياح لفترة زمنية معينة. طويلة لازم تكون هي الفترة؟ يعني احنا لازم نكون لفترة معينة أو منيحة عم نحس بهذا الشعور؟ تمام. هلأ هي بأنواع السعادة، في سعادة بتدوم فترة طويلة وفي سعادة هي مؤقتة. طبعاً السعادة المؤقتة هي بحصول أشياء ممكن تكون عابرة سببت لنا نوع من أنواع السعادة، تنتهي بزوال هاي الأشياء اللي حصلت. أما طويلة الأمد هي بتكون بالتغيرات الجذرية بحياتنا اللي هي عن جد سببت لنا السعادة اللي تستمر معنا فترة طويلة من الزمن. تمام. هاي أنا اللي بحبها الثانية، أما الأولى هي الثانية اللي بيبحثوا عنها الكل العالم بتمنوها، مثل ما قالت رنا اللي بتدخلنا بالكومفورت زون، اللي بتخلينا نحنا ننام مالنا مهمومين، نفيق مالنا أكلين هم. يعني إن شاء الله نوصل لهالمرحلة. تعالي لنحكي عفواً عن أنواع السعادة المختلفة. ذكرتي قصيرة المدى، طويلة المدى. في عنا شيء سعادة مرتبطة بأشياء أو سعادة مرتبطة بحالات؟ يعني مثال، أنا إذا امتلكت سيارة موديل 2023 فأنا سعيد، فقارنت سعادتي بشيء مادي. في ناس بيقولك لا، أنا إذا كنت ذهني مرتاح وما عم فكر بشيء هاممني فأنا سعيد حتى لو ما عندي السيارة 2023. في هيك أنواع سعادات؟ هلأ ورد، ما بعرف أنت عم تحكي قد ايه خطر ببالي شغلة، أنه أنت عم بتقول أنه أنا سعادتي بإني أمتلك شيء. هل هاي معنى السعادة؟ هل عن جد اللي بيقول أنا سعيد إذا بمتلك هذا الشيء، أو أنا بوصل لهذا المكان، أو بحصل على هاي الشهادة، أو بصير بالمكان؟ يمكن هذا الشخص نفسه، أنا طبعاً بعيادتي ومن خلال المرضى بتفاجأ أنه أنا كنت بفكر أنه أنا هيك بكون سعيد، أم وقت وصلت حسيت ماني سعيد، أنه حسيت بإحباط بفراغ. إذن شو السعادة؟ شو بدي أعمل كمان؟ هو السعادة مفهوم للأسف نحن بنبحث عنه وما منلاقي. يعني ما حدا بيوصل لمرحلة يقول أنه أنا سعيد 100%. فنحن إذا قبلنا بتجزيء السعادة وبقبول يعني نحن انه نقبل ونرضى باللي نحن شيئناها، بالضبط جعلناها شيء، بالضبط شيئناها بانه نحن ما تكون هي مطلقه، هي السعاده المطلقه اللي عن جد اللي قلتي عنها طويله الامد ما حدا حيحصل عليها، يمكن هي ما انا موجوده. تمام. او يمكن نحن بنعتاد الاشياء، يعني صح. انا مثلا اذا والله جبت هالشغله حكون سعيده، بكون سعيده قد ايه فيها؟ اول يوم لفتره زمنيه، وثاني يوم بعدين شو حتصير؟ لا، مو هي بدي شيء ثاني لاحصل على السعاده. اذا انا ربطي للسعاده بهي الاشياء هو مفهوم خاطئ. صحيح. طيب نحن اليوم كاشخاص، اذا نحن اليوم قعدنا فكرنا بيننا وبين حالنا، قعدنا هيك اختلينا بحالنا وقلنا انه خلينا نفكر هيك على صوت عالي، هل انا شخص سعيد بحياتي او لا؟ نحن كيف نقيم هذا الشيء؟ يعني انا اليوم كيف فيني اقيس سعادتي؟ هل انا لازم جزئها مثل ما قلت؟ يعني انا اقول انا اليوم مثلا الحمد لله اهلي صحتهم منيحه، الحمد لله عائلتي بامان، الحمد لله انا صحتي منيحه، شغلي مثلا نشكر الله منيح. هل نحن اذا عددنا هي الامور، لانه نحن بدنا سكينه وطمانينه وراحه مثل ما قلنا، فهل وجود بعض العوامل هو فعلا ممكن نحن يحسسنا بهذا الشعور، ولا نحن تذكير نفسنا بهي العوامل ممكن يخلينا سعيدين؟
تمام. هلا كثير مهم الكلام اللي كنتي عم بتقولي انه نحن لنحصل على السعاده في اجزاء كثير مهمه ممكن تسبب لنا تحسسنا بالسعاده، مثل الصحه الجسديه، مثل اهلنا بخير، نحن بخير، شغلنا ماشي، وهي الامور كلياتها ممكن توصلنا لمكان انه نحن نحس نشعر فيه انه نحن سعيدين. صح. بس السعاده بشكل عام الشخص نفسه هو اللي بيحددها. يعني الشخص نفسه هو اللي بيقدر يقول انه انا سعيد او ماني سعيد او بشو بكون سعيد. يعني انا ما فيني اقول انا بكون سعيده بنفس الاشياء اللي بتكون رنا سعيده فيها او ورد. هو عنده مصادر للسعاده مختلفه. اذا مين بيحدد مصادر السعاده؟ الشخص نفسه وهيكليه تفكيره وتنميطه تمام. للحياه تماما ومفاهيمه ورؤيته واعتباراته. يعني انا ما فيني اليوم روح على خيمه او مدرسه ايواء لمتضرري الزلزال بالاربع محافظات منكوبه وقل له ارجوك لا تربط السعاده ببيتك، بيتك تدمر، بس لازم تكون انت سعيد، لا تربطها باشياء ماديه طبعاً. هون بنكون غير منطقيين طبعاً. فانا بهرم ماسلو عندي حاجات اساسيه طبعاً. فانا اذا ما اكلت وشربت وامنت مامن طبعاً. ومسكن وملبس احتياجات اساسيه وتقدرت ذاتي واعتديت بذاتي بالكماليات. تماما. فانا شلون بدي اربط سعادتي تماماً. ما هو اللي احنا اليوم على الساحه السوريه للاسف كثير 80% من الشعب السوري ما عنده الحاجات الاساسيه اليوميه ليحس بسعاده تماما. لا كهرباء ولا اتصالات منيحه ولا مصروف جيد وكذا. وبدك يعني يكون سعيد احمل اللافته تبع انا سعيد ومسرور ومتفائل. اعطونا حل. هلا انا بشتغل مع متضررين الزلزال بفضفضه، انا معالج اونلاين أوكي. فعم بشتغل مع اهالي حلب واللاذقيه وكل الاربع محافظات مثل ما قلت. هلا احنا ما فينا نحكي معهم عن مفهوم السعاده اللي احنا عم نحكي فيه هلا للاسف. نحن بنقدر نقول لهم فينا نستمتع باشياء بسيطه نشعر فيها بالراحه حاليا متقبل. تمام تمام. يعني ممكن انه نضوي على اشياء كثير بسيطه. هي عن جد السعاده بدها اشياء بسيطه ما لها معقده، اذا احنا رضينا وقبلنا. اذا احنا رضينا قديش بدها قناعه. تمام جداً. الرضا والقناعه بالاشياء البسيطه. بس مفهوم انه انا ما بحتاج لاشياء معقده حتى احصل على السعاده. لانه كثير عالم وصلت لهي الاشياء المعقده وما حصلت وما فيها كانت السعاده. طب هون عندي سؤال. نحن خلينا نقول السعاده هي مفهوم اكيد موجود بالحياه، وفي اشخاص هم بطبعهم بشوشين بيضحكوا بيشوفوا النص المليان من الكاسه. ليش نحن بنشوف الاطفال سعيدين اكثر من الكبار؟ يعني انا اليوم اي حدا هلا عم يفكر بيقول انه انا ليش بشوف الولد هو دائما مبسوط جمالا، عم يضحك، عم يلعب، عم يدور على شيء يقدر يعمله. شو اللي بيتغير بالإنسان مع الوقت هو وعم يكبر؟ شو بيصير فيه الوعي اللي بيخليه يدرك الأشياء السيئة السلبية الموجودة؟ هذا اللي بيخلي هذا اللي بيخلينا يمكن نتمنى نرجع ولا تماما تماما. كنت حقول شغلة انبسطت كثير بالجواب اللي حكيتي. كنت حقلها لرن لأنه ما لهم فهمانين لسه ما عندهم الوعي. المشكلة لما نفهم منكن تمام للأسف. تمام. في شغلة كثير مهمة ورد إنه يمكن لا نقدر نحس بالسعادة أو بالراحة بأي شيء ممكن يأمن لنا نوع من أنواع الارتياح، نتعامل مع أفكارنا السلبية بطريقة تكون نخفف منها. هلأ شو بيقولوا؟ في دراسة عملت لتفرق بين الناس اللي هن سعيدين، خلينا نسميهم التعساء اللي هن ما بيعرفوا يكونوا سعيدين. قام شو لقوا؟ لقوا إنه هن الاثنين شو الفرق بيناتهم؟ أنه الناس السعداء لقوا طريقة للتعامل مع الأفكار السلبية والمشاعر السلبية بتخليها تكون عندهم مؤقتة، بينما التعساء بتستمر عندهم فترة طويلة. بيشتروا الأفكار بس الاثنين الاثنين يعني حتى السعداء اللي نسميهم نحن السعداء أو إيجابيين هن بيمروا بفترات فيها حزن وفيها كآبة، بس ما بيخلوها تطول. كيف؟ لأنهم بيتعاملوا معها بطريقة مرنة، بيتعاملوا مع الأفكار بحيث أنهم هن ما بيخلوها تأثر عليهم. تمام. ما تسيطر عليهم. كان عندي حدا من أقربائي بيقول لي بإيدنا منكون سعداء وبإيدنا منكون تعساء. طبعا. هي قرار. فالسعادة فعلا قرار. يعني أنا بقرر اليوم شو ما صار ما بدي اكتئب، ما بدي ازعل، ما بدي انزعج، إن شاء الله شو ما صار يصير. وبتاني يوم أي أقل شغلة ممكن تزعجني. ففعلا السعادة يخطط لها وتنفذ. تمام. شو معنات قرار ورد؟ معناته أنه أنا مقرر اليوم أنه أركز على الأشياء الإيجابية بكل شيء.
يعني انا مو مقرر انه اكون سعيد، فانا صار معي حدث مثلا مواصلات كثير غليظه وتاخرت، بدي اركز على الايجابي بالموضوع، بدي اركز على الايجابي انه انا مثلا عم بستمتع بطريقي مع رفيقتي عم نحكي انا وياها مواضيع يمكن لو كنا مستعجلين يمكن ما حكيناها. فهو شو قراره عم بيخليه يركز على الايجابي حتى بالموضوع السيء. يعني دائما نشوف الجانب الايجابي من اي شيء عم بيصير معنا. عهد قد ايه نحن صح مثل ما قال ورد نقرر او نقنع حالنا بالسعاده؟ يعني اليوم في اشخاص بتقلك انا فقت الصبح طلعت على المرايه ضحكت ابتسمت لحالي بالمرايه قررت انه انا اليوم بدي بلش نهاري بسعاده، قديش هي ممكن تصير خلينا نقول عاده؟ يعني نحن نقدر نعود حالنا انه نحن نكون سعيدين وندور على هي السعاده بتفاصيل يومنا. تمام. هلا وقت بيشتغل الانسان على طريقه تفكيره او طريقه حياته او اللايف ستايل تبعه بيكون القرار الراحه يلي نحن هلا عم نقول عنه السعاده بيكون جزء من هي القرار. فانا وقت اللي بكون حاطه برنامج لحالي انه هو بيعتمد على انه انا اكون ايجابيه، اكون عم بعمل سبور، اكون مثلا عم اكلي صحي، عم بعطي وقت لكل شيء بحياتي، وقت للتواصل الاجتماعي، وقت لبيتي، وقت لاهلي، وقت لدراستي، وقت لعملي، منظمه كل هاي اموري طبعا السعاده بتكون اكيد بانجازي لهي الاشياء مثل ما خططت لها انا. بس وقت بيكون ما في تخطيط اصلا ببحث انا عن شيء مثل الحلقه المفرغه، انا عم ببحث عن شيء ما بعرف هو كيف بحصلوا عليه. هي انه بس اكون منظم، بس اكون انا بعرف شو بدي، بحصل على السعاده بانجازي للاشياء اللي انا قررتها. بس اشياء محدده لكل العالم تحصل على السعاده من خلالها هي. تمام. طيب في سؤال بيقول انه انا وصلت لدرجات عليا بالدراسه بس انا مالي سعيد، انا معي مصاري كثير بس مالي سعيد. طبعا انا بتمنى هيك انه معلش مالنا سعداء هيك مالنا سعداء نكون كلنا هيك، بس انه هيك مالنا سعداء وهيك مالنا سعداء، فلا بنكون مالنا سعداء ومعنا مصاري كثير قبلانين. معلش طبعا هي من باب الدعابه افضل عم طبطب على انفسنا. معلش في ناس بيقول لك انه انا بمجرد شوفها لعهد بحس بسعاده، ففي اشخاص بتعمل لنا سعاده عن جد؟ بمعنى اخر السعاده معديه؟ اكيد اكيد. هلا دائما وقت نقول في حدا عنده اكتئاب او نحن عم نعالج حدا مكتئب او عنده اضطراب مزاج بنقول له قرب بالناس الايجابيين او بحاس عنهم الاشخاص اللي بترتاح لهم، لانه هي السعاده معديه اكيد. هلا انت يمكن تجرب عن حالك انت الصبح اذا بتلتقى بحدا كلياته نشاط وعم يضحك وهيك، حتى لو كنت انت شوي متضايق بس تنعدى منه، بتحس انه يا الله شو مبسوط هو ايه او شو عنده طاقه. بالعكس اذا انت كثير مبسوط وشفت حدا زعلان ليش زعلان؟ بذكرك بمقاسيك، بذكرك برجعك للواقع التعيس اللي احنا عم نعيشه. فلا السعاده والناس الايجابيين هن بنشروا الطاقه الايجابيه وكثير منيح نقرب منهم، وهي من احد الشروط اللي ممكن نحصل على السعاده صحيح. من خلالها. يعني ان شاء الله نقدر هيك نحيط انفسنا باشخاص ايجابيين، باشخاص فعلا يكونوا عم ينشروا هي الطاقات الايجابيه وهي السعاده. شكرا كثير لوجودك معنا. اهلا وسهلا. شكرا.